في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، تطفو تساؤلات كثيرة حول مصير برنامج طهران النووي. فهل ستسعى الإدارة الإيرانية الجديدة إلى تبني نفس النهج؟ أم ستفضل تخفيف العقوبات على البلاد وتحسين علاقاتها الدبلوماسية؟ على المدى القصير، فإن انتخاب المفاوض النووي سابقاً علي باقري كيني وزيراً للخارجية بالوكالة سيضمن استمرار استراتيجية البرنامج النووي على الأقل حتى تتولى الحكومة الجديدة مهامها. فبحسب الدستور الإيراني، الانتخابات يجب أن تجهز خلال 50 يوماً لتعيين رئيسها الجديد، وبعد ذلك ستنقل المسؤولية خلال أسابيع قليلة. وفقاً للخبراء، إذا تم انتخاب رئيس جديد ينتمي إلى الفريق السياسي المقرب من إبراهيم رئيسي بعد انقضاء هذه الفترة، فمن المرجح أن تستمر الاستراتيجية الحالية مع بعض التعديلات البسيطة في التكتيكات. أما في حال انتخاب الرئيس من المعسكر الإصلاحي، فقد يكون هناك قدر أكبر من المرونة من جانب الحكومة الجديدة في تبني سياسات شاملة بشأن القضية النووية. من منظور آخر، يرى الخبراء أنه من المستبعد تغيير هذه الديناميات حتى مع وصول الإصلاحيين إلى السلطة، باعتبار أن السياسات العامة للنظام الإيراني تتشكل تحت قيادة الجمهورية الإسلامية التي يواجهها مرشدها الأعلى آية الله خامنئي. بالتالي هذا الواقع لن يؤثر أيضاً على موقف إيران تجاه دعم أذرعها الخارجية، بل سيستمر.